إن فكرة العمل الفني جدارية تسامي جوهر الروم هي عبارة عن جدارية نفذت على خامة قماش الكتان السميك الذي تصنع منه الخيام بألوان الأكريليك. مساحة الأجزاء تتراوح بين 350 و250 و330 و175 سنتي لتكون جوانب وسقف الخيمة لتكون اللوحة المتكاملة سقف وجدران، وبالتالي تكون حجرة قماشية بشكل خيمة. الخيمة هو المكان أو الملاذ لهذا الإنسان الذي فقد سكنه نتيجة التشرد والهجرة القسرية، فلماذا لا يكون هذا المكان بشكل فني ينقل المتلقي من مكان إلى آخر بعدة عوالم بحيث نسلط الضوء على هذه الظاهرة لتتسامى روح المشاهد والمتلقي لتجيب على السؤال المطروح: هل من مأوى؟ هل من ملاذ؟